للمزيد حول التدخل الروسي المستمر في سوريا ينضم إلينا ياسر النجار المتخصص في الشأن السوري عبر سكايب من اسطنبول. أستاذ ياسر مرحبا بك. بداية، 5 سنوات على تدخل روسيا لصالح نظام الأسد، كيف تجد نتائجها؟ حياكم الله. يعني أنا أرى حقيقة أن روسيا لم تتدخل فقط من أجل إبقاء بشار الأسد، روسيا لديها أطماع في المنطقة في الإقليم. نحن نتكلم عن روسيا لطالما حلمت القيصرية الروسية بأن يكون لديها منفذ على البحر الدافئ، وأصبح الآن يعني أمر واقع بالنسبة لتواجد القاعدة الروسية في طرطوس. أيضا نستطيع أن نقول أن روسيا أصبحت استعادت شبكة العلاقات الدولية من جديد من خلال تدخلها في سوريا، كون أن روسيا كانت تعاني من عزلة نتيجة احتلالها للقرم، وكانت هناك مجموعة وسلسلة من العقوبات التي فرضت عليها من المجتمع الغربي. في تصوري هي تجاوزت هذه المعضلة عندما تدخلت في سوريا. نستطيع أن نقول أيضا أن روسيا التي تعاني اقتصاديا تجد أنها في سوريا لديها متسع من يعني استنزاف الإمكانيات السورية، سواء عبر الموارد الجوفية، البنى الجوفية، نتكلم عن النفط والغاز والفوسفات، وايضا عبر المشاريع التجاريه التي بدات تكبد بها الاقتصاد السوري. وفي النتيجه ايضا روسيا استطاعت ان تسوق شبكه، من خلال شبكه علاقاتها في الاقليم، استطاعت مزيد من التسويق للسلاح لديها، وهي التي تعتمد بشكل كبير جدا من الناحيه الاقتصاديه على مبيعات الاسلحه لديها. اذا روسيا كانت تدخلها هي تدخل لمصلحتها بشكل كامل، ربما هيئت للمجتمع أنها تدخلت من أجل الحفاظ على بشار الأسد، ولكن بتصوري بشار الأسد هو أداة من أدوات روسيا لتمكين مشروع روسيا في هذا الأقليم. إذا كان تدخل موسكو في الأزمة السورية قد قلب الموازين على المستوى العسكري، الآن يعني كيف تجد آثار يعني هذا التدخل على المستوى السياسي في الوقت الحاضر؟ جميعا أن المشروع الحل السياسي الذي تم تبنيه من جنيف كان يعتبر روسيا أنها أحد رعاة، يعني نحن نتكلم عن ضامنين لحل المشكلة في سوريا، روسيا والولايات المتحدة الأمريكية. إذن روسيا متواجدة على مشروع الحل السياسي ابتداء، ولكنها استطاعت أن تتغول في هذا المشروع عبر تعطيل مسار جنيف وابتكار مسارات جديدة عبر إنشاء منصات محسوبة عليها، أتكلم على منصة القاهرة، منصة حميمين، وعبر التنسيق والتسويق لمجموعة أسمتهم بالمعارضات ولكنهم جلهم محسوبين على الحالة السياسية الروسية، وانتهاء الوصول إلى تقاسم ما يعرف بالنفوذ على المناطق الكردية، أتكلم على بي واي دي، على وجه التحديد البي واي دي هذا التنظيم الإرهابي، استطاعت روسيا أن تقوي شبكة العلاقات معه. هذا الأمر كان متواجدا واستمر من خلال تفعيل هذا التنظيم في سوريا. إذا روسيا هي الآن تعتبر نفسها الفاعل الرئيسي في حل الموضوع في سوريا، هي تعتبر نفسها راعي وضامن لما يعرف بموضوع يعني إيجاد طريقة الحل السياسي، وهي تستغل أيضا عدم وجود رؤية محددة وواضحة لدى الولايات المتحدة الأمريكية، وأيضا تستغل حالة الفراغ كون أن الولايات المتحدة الأمريكية الآن مشغولة في الانتخابات الرئاسية. أستاذ ياسر، ذكرت أن التدخل الروسي أثر بشكل كبير على الواقع أو على الوضع الاقتصادي لسوريا، طيب ما شكل هذا التأثير على المواطن السوري؟ يعني المواطن السوري في ظل عدم وجود دولة، في ظل وجود دولة فاشلة، في ظل وجود أزمة اقتصادية كبيرة، في ظل وجود حالة صحية متدهورة نتيجة كوفيد-19، حتى هذه اللحظة روسيا لن تقوم بأي واجبات. تعلم جميعا أن الدولة لو وصفت كدولة احتلال يكون من مسؤوليتها القيام بكل هذه الأمور عبر الأمم المتحدة أيضا، ويفرض عليها هذا الأمر فرضا. هذا الحالة التي كررت كما يعني المقارنة، من حيث المقارنة الولايات المتحدة الأمريكية في الملف العراقي، ولكن روسيا حتى هذا الأمر لم تلتزم به، هي تستعين بوجود بشار الأسد، تحمله كل المسؤوليات على أنه فاشل ونظام سياسي لا يستطيع أن يقوم بواجباته، من أجل أن لا تكون هي مسؤولة بشكل مباشر. في النتيجة أنا أتكلم عن وضع سياسي اقتصادي صحي متدهور لدى المواطن السوري، والمسؤولية الأكبر من حيث الشكل الظاهر تكون
على بشار الأسد، ولكن من حيث الواقع العملي يكون على دولة الاحتلال روسيا التي يجب أن تقوم بواجباتها تجاه الشعب السوري المكلوم. طيب أستاذ ياسر، بلا شك يعني سبق تدخل الروسية على خط الأزمة السورية تدخل إيران، إلى أي مدى ترى أن توافق الغاية بين الدولتين يعني إيران وروسيا يعني وحدة الهدف بينهما؟ يعني بتصور مشروع الشراكة الإيرانية الروسية هي مشروع شراكة استراتيجية ليست بخصوص سوريا، وإنما على مستوى يعني حماية وتسويق النظام الإيراني في الإقليم وفي المنطقة وحتى على مستوى العالم. وجدنا هذا الأمر متبلور في الاتفاق النووي 5+1، ولكن بتصوري هناك حالة تجاذب على المصلحية على المنحى السوري. إيران ترى نفسها يعني تتغول من خلال مشروعها في الإقليم، وترى نفسها هي من كرست وجود بشار الأسد، وهي ترسم ما قبل الثورة وما بعد الثورة إلى حالة معينة، يعني حالة وظيفية للنظام السوري بالنسبة لمشروعها. أما بالنسبة لروسيا فهي تنظر إلى سوريا ككعكة تريد أن تستخلص منها كل الإمكانيات وكل يعني ما تستفيد منه روسيا. في هذه الحالة أنا بتصور إيران ستقبل بأن تتغول روسيا على المنحى الاقتصادي، في حين أن إيران ستستثمر على المنحى المدني والمجتمعي. طيب أستاذ ياسر، هناك حرائق تشهدها سوريا تحديدا اللاذقية، كيف تفسر هذه الحرائق؟ الكثير يحل يعني يرون أنها ربما محاولة إيرانية بالاتفاق مع النظام السوري للضغط على روسيا، أنتم كيف تنظرون إليها؟ يعني لطالما كانت هناك مشكلة حرائق في هذه المناطق، وكان السبب هو القضاء على مساحة الغابات المتواجدة هناك من أجل استثمارات سياحية، هذا كان الأمر شأن ما قبل الثورة. بتصوري الآن المستفيد هي روسيا أكثر منها من إيران، كون أن هذه المنطقة أصبحت منطقة نفوذ روسية. روسيا ترى نفسها أن هذه المنطقة تريد حماية يعني قاعدتها العسكرية، تريد حماية مساحات الجغرافية التي كبلت النظام خلال اتفاقيات معينة. بتصوري وجود مثل هذه الغابات تحد من انتشار المشاريع الروسية، وأيضا تزع شبكة مخاوف كون أن روسيا كانت تعاني من هجمات لقاعدة حميميم، جزء منها كانت تتهم إيران بشكل غير مباشر، والجزء الآخر من خلال نشطاء الثورة والفصائل العسكرية. إذن بتصوري مصلحة روسية هذه الحرائق، كون أن روسيا لم تشارك بشكل عملياتي لإطفاء مثل هذه الحرائق، وإلا لشاهدنا أن هذه الحرائق لم تمتد هذا الامتداد لهذه الوصول إلى الأراضي التركية. الأستاذ ياسر النجار المتخصصة في الشأن السوري، كنت معنا عبر سكايب من إسطنبول، شكرا جزيلا لك.